ولقد بلغنا اليوم خاتمة البناء المؤسسي الفعلي للهيئات المنتخبة بالجزائر الجديدة، حيث بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل من بلديات مسيسنا وتوجة وفرعون وأقبو بولاية بجاية وآية بومهدي وآية محمود بولاية تيزي وزو، أصبح للجزائر الجديدة أعضاء منتخبين في 1541 مجلس شعبي بلدي، والتي تمت بحمد الله في ظروف عادية اتسمت بالشفافية وبروح الممارسة الديمقراطية